للحديث عن استمرار عمليات التهجير التي تقوم بها الميليشيات الولائية ضد أهالي قرى في قضاء المقدادية في محافظة ديالى، ينضم إلينا عبر الهاتف من ديالى الكاتب الصحفي محمود صالح الجاف. أستاذ محمود، مرحبا بكم. يعني لو تطرقنا إلى تصريحات حكومية حيث قالت الحكومة إن الأوضاع في قرى المقدادية هي تحت السيطرة، بينما القوات الأمنية أعلنت حظر للتجوال، ما هذا التناقض أستاذ محمود؟ أعلنت حظر للتجوال، ما هذا التناقض أستاذ محمود؟ أستاذ محمود اسمعنا من الهاتف رجاء. أستاذ محمود اسمعنا من الهاتف. نعم أنا أسمعك من الهاتف. نعم تفضل. أستاذ محمود، هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بمحمود صالح الجاف، سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. عود إلى الكاتب الصحفي من محافظة ديالى محمود صالح الجاف. أستاذ محمود السلام عليكم. أستاذ محمود لو تفضلتم اسمعني من الهاتف. أنا أسمعك من الهاتف فقط. نعم أستاذ محمود، الحكومة قالت أن الأوضاع في قرى المقدادية تحت السيطرة، ولكن القوات الأمنية يعني فرضت حظرا للتجوال، ما هذا التناقض؟ الأخوة المشاهدين جميعا أهلا بك سيدي الكريم. أولا أخي العزيز، إحنا حتى نفهم ما يجب الاحتلال حتى الآن علينا أن نفهم ماذا تعني ديالى بالنسبة إلى وقف أحوار الدجال في إيران. المنطقة هذه، المنطقة ديالى تحديدا، وهي هذه المنطقة اللي حاليا منطقة مهمة جدا. نعم. لأنها طرق رئيسية ومهمة، ولو تذكر حضرتك والإعلاميين جميعا أنا أعتقد يذكروها والناس أيضا ما زالت موثقة. صارت عملية قبل الاحتلال، إذا تذكر على الفريق الثاني تم تنفيذ عملية إيرانيين من حرس الثوري تسللوا إلى الفريق الثاني ونفذوا عملية حرق سنتيات، لو تذكر 2002 أعتقد أو 2001. طيب، لأنها منطقة قريبة جدا، هذا التقاطع القريب جدا بعد المقدادية، شمال المقدادية قريب جدا من الحدود الإيرانية، وهي حدود وعرة جدا طبعا. هذا أولا. نعم. الطرق اللي تربط بين بغداد وإيران أربعة طرق رئيسية ومهمة جدا وخطيرة، ولهذا جسر بوهرج إذا تتذكر سووه، مو حبا بينا وبالعراقيين وكإنزال حتى يكملون جسر، لا. لكن أول طريق يمتد من بغداد إلى النهروان، ثم إلى كنعان، ثم بلدروز، ثم من دليل عفو بلدروز، وأيضا الحدود الإيرانية. هذا طريق رقم واحد. نعم. هذا اللي يجي على النهروان أو ما يسمى بجسر ديالى، بغداد جسر ديالى. الطريق الثاني بغداد بعقوبة القديم أو ما يسمى الحسينية، الحسينية من الجانب الآخر، يعني من جانب مقبرة المسيح. نعم. ثم جسر بوهرج اللي قلت لك هسه عليه سووه، ثم ايضا كنعان
من دليب الأدروز الحدود الإيرانية، هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث هو بغداد بعقوبة الغالبية، يعني بغداد الغالبية الحسينية الغالبية بعقوبة، ثم يطلع بشكل مباشر ما يمر في مدينة بعقوبة، يطلع بشكل مباشر باتجاه خانقين أيضا وإلى الحدود مباشرة. طيب، ثم الطريق الآخر الأخطر والأهم واللي سوته في حينها منظمة مجاهدي خلق لو تذكروا، اللي هي من معسكر أشرف، من معسكر أشرف إلى ألو. نعم أسمعك تفضل. ألو أسمعك تفضل. من معسكر أشرف خلف معسكر أشرف تماما يصل، وطريق تقريبا منقطع هذا ومؤمن جدا، يصل أيضا إلى الحدود الإيرانية. هذه الأربع طرق بينها طرق فرعية كثيرة جدا، بحيث أنت ما تقدر تقطع أي منهم، وأي واحد تقطع منهم ممكن العبور من الآخر إلى. استاذ محمود، في المقدادية، في المقدادية هل هناك الآن حظر للتجوال على المواطنين والمركبات؟ حظر للتجوال علي وعليك أخي العزيز وعلى المواطنين، مو على الميليشيات. هم حاليا وخصوصا بعد الانتخابات، بعد مسرحية الانتخابات اللي عرتهم تماما وكشفت لهم أن الشعب العراقي ترى كله رافضهم، بدأوا عادي يأمنون نفسهم وحياتهم وميليشياتهم ومقاتليهم. فقاموا شو يسوون بعد ماكو خوف على ان الامر راح يصير، يتم تهجير او قتل او طرد كل واحد هو ما مؤمن. هذا الطريق لازم يتامل لميليشياتهم وقطاعاتهم فقط ولمواليهم فقط، وكل هذا راح يكون علني وراح تشوفه الامام الفضائيات وبمساعده ومتابعه ما يسمى الامم المتحده وغيرها المنظمات الاهل الدول اللي نعرفها كلها. هل تمت زياره يعني قرى قضاء المقداديه من قبل الحكومه في بغداد او حتى مجلس المحافظه او حتى النواب من محافظه ديالى؟ هل اتوا اليكم وزاروكم هؤلاء؟ واذا زارها شو يسوي يا اخي؟ هو مشترك في اللعبه يا استاذ العزيز. نعم. هو مشترك في المحافظ، محافظ ديالى الحالي من الاحتلال الى الان، هم كلهم من بني تنيم ومن هاي القرى نفسها ومشتركين ضمن العمليه، وهم من فيلق بدر سواء من اول محافظ الى المحافظ الحالي الموجود يا حبيبي. فهم مشتركين باللعبه، يعني العمليه انت لا تعتقد هي بغير موالاه الدوله او ما يسمى بالدوله وغير موافقتهم، وخليه يطلع هسه خليه يطلع الكاظمي على الفضائيات يقول انا يا ايران ما اسمحك تسوون، او يا ميليشيات ما اسمحك تسوون تبدو العالم. خلي يرجع لي عائلة واحدة إذا هو رجل يا أخي. أنا على فضائيتكم مرة من المرات. نعم. وتذكر حضرتك وممكن تطلعوها بسهولة، قلت لك القنصل الإيراني مو السفير الإيراني، القنصل الإيراني أنطى أمر بأن ممنوع 40 كيلو من الحدود الإيرانية دخولا إلى العراق، أن ما يبقى ما تبقى أي عائلة سنية أو عائلة موالية للعراق. علني يعني إن شاء الله هي مو فشي سري، وهذا الحكي قبل سنين. الآن المهجرون أين وجهتهم؟ أين توجهوا المهجرون؟ توجهوا بهاي البيوت الفارغه، كل من عنده غيره وشريف بستان وغير بستان من الناس العوادم. نعم. اللي لفوهم خطيه وخلوهم وما عندهم غير طريق، وما راح يرجعون صدقني، ولا حد راح يرجعهم مطلقا، لانه هذا المحافظه لازم تتامن، لابد ان تتامن. لانها خط الصد الاخير للدفاع عن وكر الاعور الدجال في اصفار. من محافظه ديالى الكاتب الصحفي محمود صالح الجاف، شكرا جزيلا لكم.